حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامكم وبين صيام اهل الكتاب اكله السحر حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح ذاك اللخمي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك واتيني ففعت فجئته وهو يتوضا فصعد في البصر وصوبه وقال يا عمرو إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قال قلت يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك قال يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح قال كذا في نسخة عم بنصب النون وكسر العين قال أبو عبيد بكسر النون والعين. حثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذئب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا. حثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازمين عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ان آل ابي فلان ليس لي باولياء انما وليي الله وصالح المؤمنين حثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمر بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانه أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. حسن إسحاق بن عيسى قال: حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمرو بن العاص قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل حسن أسود بن عامر قال: ثنى جرير يعني ابن حازمين قال: سمعت الحسن قال: قال رجل لعمرو بن العاص: أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ قال: بل قال: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك وقد استعملك فقال: قد استعملني فوالله ما أدري أحبًا كان لي منه أو استعانة بي ولكن سأحدثك برجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عمرو بن العاص يتخولنا فقال رجل من بكر بن وائل لئن لم تنتهِ قريش لا يضعن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس ، في الخير والشر إلى يوم القيامة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: كان فزع بالمدينة فأتيت على سالمين مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله ثم قال ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان حدثني يحيى بن حماد قال اخبرنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذائي عن ابي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل قال فاتيته قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قال قلت فمن الرجال قال أبوها إذا قال قلت ثم من قال عمر قال فعد رجالا ثنا حسن بن موسى قال ثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن عمرو بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن أغتست أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب قال قلت نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن أغتست أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا حَسَنٌ قال: ثَنَى ابن لهيعة قال: ثَنَى يزيد بن أبي حبيب قال: أخبرني السويد بن قيس عن قيس بن سمي أن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها قال عمرو فوالله إن كنت لا أشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه حدثني يحيى بن غيلان قال ثنا رشدين حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله وحج مبرور قال الرجل أكثرت يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلين الكلام وبذل الطعام وسماح وحسن خلق قال الرجل أريد كلمة واحدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذهب ، فلا تتهم الله على نفسك حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا بكر بن مضر قال سمعت أبا هاني أن يقول سمعت علي بن رباح يقول سمعت عمرو بن العاص يقول وهو على المنبر للناس ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أما هو فأزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيها حسن أبو سلمة قال أخبرنا بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بصرى بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر حدثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح قال سمعت عمرو بن العاص يقول لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه اصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها والله ما اتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من دهره الا كان الذي عليه اكثر مما له قال فقال له بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف قال وقال غير يحيى والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من الدهر الا والذي عليه اكثر من الذي له حسن حسن بن موسى قال ثنا ابن لهيعة تحدثنا ابو قبيل عن مالك بن عبد الله عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضع اخر قال مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة ومن لدغ الحية ومن السبوع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن يخر على شيء أو يخر عليه شيء ومن القتل عند فرار الزحف حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال ثنى عبد الله بن جعفر يعني المخرامي قال ثنى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن بصري بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم فقد أصبتم فلا تتماروا فيه فإن المراء فيه كفر. حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: ثنى يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن بصري بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرني وإن أخطأ فله أجر قال يزيد فذكرت ذلك لأبي بكر بن حزمين فقال هكذا حدثني به أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حسن ابو سلمه الخزاعي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمه قال اخبرني يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهادي عن بصري بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص قال سمع عمرو بن العاص رجلا يقرا ايه من القرآن فقال من أقرأكها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله آية كذا وكذا ثم قرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت؟ فقال الآخر يا رسول الله فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس هكذا؟ هكذا يا رسول الله قال هكذا أنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم فقد أحسنتم ولا تماروا فيه ، فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر. حسن موسى بن داود قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنه وما من قوم يظهر فيهم الرشاء الا اخذوا بالرعب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال: أستأذن عمرو بن العاص على فاطمة فأذنت له قال ثم علي قالوا لا قال فرجع ، ثم استأذن عليها مرة أخرى فقال ثم علي قالوا نعم فدخل عليها فقال له علي ما منعك ؟ أن تدخل حين لم تجدني هنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المغيبات حدثنا أبو النضر قال ثنا الفرج قال ثنا محمد بن عبد الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وعن عمرو بن العاص قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان فقال لعمر: اقضي بينهما يا عمرو" فقال: "أنت أولى بذلك مني يا رسول الله" قال: "وإن كان قال: "فإذا قضيت بينهما فما لي قال: "إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلاك عشر حسنات وإن أنت أجتهدت فأخطأت فلاك حسنة حدثنا هاشم قال ثنى الفرج عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلاك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلاك أجر واحد حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هوداجها قد وضعت يدها على هوداجها قال فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فاذا نحن بغرباء كثيره فيها غراب اعسام احمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من النساء الا مثل هذا الغراب في هذه الغربان قال حسن فاذا امراه في يديها حبائرها وخواتيمها قد وضعت يديها ولم يقل حسن بمر الظهران حسن يحيى بن إسحاق أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن عمرو بن العاص قال لما ألقى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعني فبسط يده إلي فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الله ذنوب يا عمرو أما علمت؟ ان الاسلام يجب ما كان قبله من الله ذنوبه